طرد الجزائرية صوفيا باللمان من كأس إفريقيا أو من كوت ديفوار، ومنح بالماضي من دخول الملعب واتهامات خطيرة للمنتخب المغربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم لبنى من قناتكم المتواضعة عالم إسكا، واللي دائما كنتمنى منكم أنكم تدعمونا باللايك، دعمونا بالبارتاج، كذلك بالاشتراك، وما تنسوش الإخوان كتابة التعليق فهي مهمة جدا لدعم المحتوى. فعلى بركة الله نبدأ موضوعنا لليوم. غادي نبداو بواحد الموضوع واللي الغايه من هذا الموضوع هو التاثير على اداء المنتخب الوطني المغربي، يعني الاداء ديالو في كاس افريقيا، والخصوم كاملين خايفين من المنتخب المغربي والعين عليه. لكن باش توصل المساله للاتهامات من مدرب اللي غادي يشارك في هذه التظاهره الرياضيه، يعني راه هذا السيد فاتكو الخطوط الحمراء. المساله وما فيها هي انه ممكن الانسان يدير شي حاجه باش يبرر الخساره ديالو، واخا راه مازال ما بداتش الخساره، لكن هو متاكد او هو متوقع الخساره، وكيقول نسبق الاتهامات باش ما يقولوش راه حنايا خسرنا امام المنتخب المغربي. لكن باش توصل درجه الاتهامات او يعني توجه اتهامات قبل الماتش، فشوفوا معايا الاخوان، شوفوا معايا شنو كيقول هذا السيد اللي هو مدرب ديال تنزانيا، ولكن دم الجزائريه مغلبه عليه. هو عميروش مدرب تنزانيا واللي غادي يوجه للمنتخب المغربي اتهامات خطيره. فهاد المنتخب غادي يواجه المغرب يوم الاربعاء 17 في يناير، فخرج وحنا عارفين باللي هاد المناورات باغين بها غير ياثروا على الاداء ديال المنتخب المغربي. وحتى الرايه الاخوان، الرايه ديال المملكه المغربيه ما سلمتش منهم، زوروا النجمه يعني اللي كاينه في الرايه الخماسيه، النجمه الخماسيه، وبداو كيعلقوها في الشوارع ديال كوت ديفوار. وسبحان الله فين ما كانت شي تظاهره رياضيه ضروري هاد الاعداء خصوصا الجزائر كتقلب غير فوقاش تحطم المغرب، ولكن عمرهم ما يوصلوا للمبتغى ديالهم. هل تملك الأسلحة اللازمة لمواجهة المغرب؟ وهل تعتبر خسارتكم أمام المغرب في تصفيات كأس العالم حافزا إضافيا يعني من أجل الثأر؟ في رأيي الخاص نعزف بالنتيجة، ولكن تعرف قوة اتحادية المنافس تاعنا، راهم قوة الآن في إفريقيا، قوة ضاربة يعني في كرة القدم. فكما سمعتوا الاخوان، فهنا راه سولوا يعني المذيع، سولوا على المنتخب المغربي، سولوا على اللعابه، على الفريق ديال المنتخب المغربي، لكن هو هرب وبدا كيتكلم على الجامعه، وبدا كيقول باللي هي القوه الضاربه، يعني هرب باش يوصل للقجع، وبلي هذه راه مؤامره. حبينا نلعبوا مثلا على الساعه 2 زوالا، نلعبوا لهما 10 تاع الليل ولا 8 تاع الليل. هما الان هما اللي كما يقولوا راهم يسيروا في الامم تاع الامور تاع الكره تاع الفقيه. وش حاب نقول لك، حنا انا نتبعوا، حنا من المتتبعين الان. فكما سمعتوا الاخوان، هذا السيد هو اول مدرب هو اللي باغي يختار توقيت فاش باغي يلعب. الكاف يعني دايره التوقيت ديالها فاش غادي يلعبوا المنتخبات، فمثلا الكاف دارت 8 ديال الليل، هو قال لهم لا بغينا نلعبوا مع الجوج زوالا. باي صفه هذا السيد هو اللي اختار يعني التوقيت؟ فوقاش شي مدرب هو اللي كيختار التوقيت؟ راه الكاف هي اللي كتختار التوقيت ديال المباراه. تقولي بانك كنت تريد اللعب في وقت الظهيره، ولكن فرض عليكم اللعب ليلا في مباراه المغرب. كلام ايه فرض يعني هم الان يفرضوا انفسهم، هذه الامر. فكيقول فرض، راه فرض على المنتخب المغربي وفرض على المنتخب ديال تنزانيا، فهذا راه كيبرر الهزيمه الاخوان. فقبل ما تكون الهزيمه راه كيبررها، وزاد قال لك بلي المغرب هو اللي كيختار الحكم. المغرب اصلا لحد الان راه ما عارف شكون هو الحكم. خلاصه القول، ليعلم الناس مع من حشرنا الله في الجوار. والحمد لله اليوم العالم كامل او يعني على الاقل كوت ديفوار عرفت مع من حشرنا الله في الجوار. والله يقدر المغاربه على فعل الخير، الله يقدر المغاربه على فعل الخير. ترجموا يعني داك التصريح ديال صوفيا باللمان وبارطاجوه عبر الصفحات ديال كوت ديفوار، والحمد لله حنا كنشوفوا الصفحات وكنشوفوا كيفاش الكوت ديفواريين يعني كيهاجموا صوفيا باللمان. فالبارحه الاخوان ملي بارطاجيت معكم الفيديو ديال هاد صوفيا، وقلت لكم كيفاش غادي تكون ردة الفعل ديال الكوت ديفواريين ملي يشوفوا هاد قله الحياه ديال هاد السيده واللي كيجيب لها الله الجزائر سويسرا. ولكن صراحه راه ما تعطلوش عليها، وها هما دوك كيجاوبوها وعطوها القصح وكيطالبوا انهم يطردوها من الكوت ديفوار. واليوم هي راه ممنوعه انها تخرج للشوارع ديال كوت ديفوار،
هنا اخواني اخواتي، فهاد السيده دائما كتسوق او يعني كتبغي تبين الجزائر هي القوه الضاربه. فإلى انت كتعتبري الدوله ديالك اللي هي الجزائر القوه الضاربه، فعلاش هاجرتي لفرنسا وسكنه في فرنسا؟ رجعي وبقي حتى انت في الجزائر. وكما كتقول الحمد لله، يعني كتوصل واحد الرساله للجزائريين، كتقول لهم الحمد لله على النعمه اللي راكم فيها. فنخليكم مع مقاطع ديال صنع المحتوى في الكوت ديفوار كيفاش كيطالبوا ان هاد السيده ما تبقاش في بلادهم. Dites-moi ce que vous en pensez, si on doit tenir des propos comme ça dans une canne qu'on dit qu'on est africain et on tient des propos comme ça. Dites-moi en commentaire la famille, parce que c'est pas normal. Moi je trouve qu'on doit pas tenir ces gens des propos dans une canne. Regarde. حسرة يا حسرة يا حسرة على الجزائر ويا حسرة على باقي دول إفريقيا. يا تحية الجزائر، الحمد ربي الحمد ربي اللي عندنا بلاد كيما الجزائر. الحمد حنا نورمالمون على بالكم ورانا، حنا نورمالمون الجزائر موجودة في الخريطة بين البرتغال وإسبانيا، باسكو هنا عايشين واحد المعيشة. وكون وريت لكم أنا سجلت فيديو في الليل كنت بين فلاكار يا ودي، العصر الحجري وقليل والله العظيم. وكان جا عندي حكم صغير هكذا برك شويه عندي البوفور، اقسم بالله العظيم غير نبعث المواطن الجزائري. مره ثانيه قلت لكم في الكاميرون الاخر. المهم تجي تشوف برك الكوت ديفوار هذه في ابيجان. دي موا سي ليكيب دو كامرون كي سي شي فو يا حسره. Vous avez écouté, si j'avais la possibilité de déplacer l'Algérie pour ramener entre l'Espagne et le Portugal, j'allais le faire. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours là, madame. Vous pouvez prendre votre pays, vous ramener entre l'Espagne et le Portugal, vous restez là-bas. Si vous n'êtes pas content de vivre dans la misère en Afrique, mais vous quittez le continent africain. Je ne comprends pas pourquoi, en 2024, il y a des gens qui tiennent des propos bizarres dans les têtes. On a dit la CAN est censée rassembler tous les Africains. Vous venez dans les pays des gens et vous les critiquez. Vous dites qu'ils vivent dans la misère et vous parlez mal de ces pays. Mais je comprends pas en fait. Il y a des gens, si vous n'êtes pas content, prenez le pays et vous vous déplacez. Si vous voulez pas participer à la CAN, mais quittez la CAN. Et l'Afrique doit sanctionner ces gens de propos. C'est grave de parler comme ça. C'est grave. L'Afrique doit suspendre ces gens de propos. Tenir ces gens de propos, venir pour une CAN et tenir ces gens de propos, on doit suspendre. C'est pas... L'Union africaine n'est pas sérieux parce que la CAF n'est pas sérieux. Si la CAF était sérieux, ces gens de propos qu'on tient, les supporters, on doit suspendre tous les supporters. Mais parce que les gens ne peuvent pas tenir ces gens de propos et on les laisse venir parler, dire ce qu'ils veulent. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois, c'est tout le temps. Mais à un moment donné, les gens, ils ont marre d'entendre ces gens de propos. Donc la CAN est censée rassembler tous les Africains. Mais si tu ne te considères pas comme Africain, tu quittes le continent africain et tu vas vivre dans un autre continent. Parce qu'on en a marre d'entendre ces gens de propos. Voilà, il y en a qui nous disent... كذلك الاخوان غادي نشوفوا منح بالماضي من دخول الملعب. فالبارح الكاف حضرات بالماضي من التجول والتفقد في الملعب ديال المباراة. أمم التي بدأت أمس في كوت ديفوار بحفل افتتاح كان مميزة للأفارقة للقارة السمراء في ملعب حسن وطارة بحضور حسن وطارة. وكوت ديفوار حققت الانتصار المهم في بداية هذه البطولة، وأيضا المباريات تتوالى، الجميع ينتظر المباراة المهمة للمنتخب الجزائري التي ستكون في ملعب السلاف في بواكي غدا اعتبارا من الساعة 9 مساء. المباراة الافتتاحية ستكون ضد أنغولا. ولكن هنالك خبر ملفت للانتباه أيضا، الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف حذرت المدرب الوطني جمال بلماضي من الاقتراب من ملعب السلام في بواكي الذي سيحتضن مباراة الجزائر أمام أنغولا. وانتقدت الكاف الناخب الوطني على خلفية زياراته المتكررة لملعب السلام قصد معاينته، علما أن الملعب يقع على بعد خطوات من مقر إقامة المنتخب في مدينة بواكي. وحسب مصادر إعلامية ومعاينته، المدرب جمال بلماضي يستغل قرب الملعب طبعا من الإقامة حتى يذهب دائما ل 15 متر ما بيناتهم، يعني حتى يشوف الـ الأرضية. تعرفون جمال بالماضي مهووس بالأرضية والملعب، رغم أنه تحدث إيجابيا عن الأمر اليوم في الندوة الصحفية. كاين بزاف أخبار عن الكأس إفريقيا، ولكن دعوني أرحب في البداية بالزميل يزيد وهيب الإعلام الرياضي عبر الهاتف. سيد يزيد وهيب مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير قادة، أهلا. طيب يزيد، ما رأيك في هذا الخبر؟ شوية مثير للانتباه، الكاف تنتقد جمال بلماضي لأنه يذهب كثيرا لملعب بواكي ويعين الأرضية، ما رأيك في هذا الخبر؟
القانون ما يمنعوش باش يروح يفقد الميدان. هو يقول باللي يجب ان يحصل على اذن. ممكن يعني في كل الميادين ماشي بيجي يدخل، ولكن هو راه عنده خصوصيه، راه نخب وطني. الا راح يتفقد على الميدان ما راحش يلعب فيه، ما راحش يدير حصه تدريبيه، من حقه يعني. هذا نقولوا برسك انا رسل مو الى ديرو كومونيك عليه نخب وطني. تحرش هذا من الكاف، العلاقه بين الكاف وبالماضي دائما متوتره. ايه قدر عودوا لي شويه للتاريخ. هذه السنوات الاخيره هذه كانوا فيها اشياء اللي ما عجبوش الكاف، ما عجبوهمش في التصرفات تاع النخب الوطني نقولوها. التصرفات تاعو راه مناوشات مع اللاعب التونسي، هذيك المشادات مع حكم اللاعب الجزائري التريكو تاعو، القضيه مع قسامة. ولكن هادو ما تقدرش انت عاقبه الا ظن بلي كاين دير اخطاء طبق القانون، ولكن ما تجيش تجبد حاجه جديده اللي ما كانش في القانون، وش حاجه اللي تمنع له باش يروح يتفقد على في الملعب على الارضيه. ممكن ما راحش ديما تما، لا راح مره هكذا. ما تقدرش انت تقول ما تروح يعني ورا العائق، كيروح نخبو. هذا تحرش من طرف الكاف هذا. ايه هما بالك هذه الامور هذه يحبوا شويه باش يخرجوه من كيفاش يقولوا من التمركز تاعو. ايه ممكن هو ثاني هو ولا غيره ماشي لازم يمد الفرصه للخصم تاعو باش يدير له مشاكل. هو القانون كي يسمح لك الحصه التدريبيه ديرها في وقتك في الظروف جيده وحسنه، لكن ظني لا راح تما والكاف معناتها راهم بلغوا هم المسؤولين تاع الملعب تاع بواكي، المسؤولين تاع الكاف وتاع اللي يشرفوا على الميدان، تما يكونوا قالوا على الملعب يكونوا قالوا لهم راه يضل يجي لهنا مسحه، راه يروح تما واش راه يدير؟ راهو يصغر في الملعب يكبر فيه يشوف لي بيتي يجعدهم. لا نظن باللي هو ثاني لازم يتفادى هاد الامور هادو، راه يركز روحه على الدوره صحيح على اللاعبين تاعو، التحضير تاعهم البدني التقني. تقعدش برك الاشياء هذه ما تخليش صغيره صحيح. ايه خلي بعد روحك على الاشياء.